يومنا النهاردة في نهارك سعيد مليان بالصلوات والبركات بالقدرائية المرقسية في العباسية، وحقيقة حاجة جميلة جدا ان احنا طول اليوم النهاردة بنحتفل مع السادة اقباط مصر بتتويج او اختيار الاخير للبابا الجديد البابا 118. كل التوفيق لاقباط مصر. طبعا بعد ما البابا الجديد إن شاء الله يتم اختياره النهاردة هيبقى فيه ملفات كثيرة جدا هتبقى شغلها. هل البابا الجديد المفروض إن هو يبقى ليه اتجاه سياسي أو دور سياسي؟ هل البابا الجديد المفروض إن هو يهتم بحقوق الأقباط اللي بقالها سنين بقالهم سنين بينادوا بيها على مر سنوات كثيرة وعلى مر كثير من رؤساء الجمهورية؟ النهاردة معايا في الاستوديو ضيفي الأستاذ إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ألف مبروك إن شاء الله اختيار النهاردة البابا، وكلنا مبسوطين إنه في طقوس جميلة جدا بتحصل في الكاتدرائية النهاردة. أكيد الانتخابات، قبل الانتخابات لما تنيح البابا شنودة كان في مخاوف إن طبيعة المرحلة الانتقالية تأثر ويبقى العملية الانتخابية لانتخاب البابا ما تكونش سلسة، بس الأنبا باخوميوس ومجموعة الأساقفة اللي معاه قدروا يخرجوا بالانتخابات لنهايتها ببر الأمان. تمام. وتبقى في سلاسة وسهولة حتى وصلنا النهاردة، وصلنا لآخر المراحل إن شاء الله اختيار القرعة الهيكلية. أستاذ إسحاق أنا أستأذنك بس نتعرف على مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. تعرفني بس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبارة عن إيه؟ أو من إمتى ابتدت؟ تمام. المبادرة المصرية دي منظمة حقوقية بدأت سنة 2002 وشغالة على أربع ملفات رئيسية. الملف الأول هو متعلق بالعدالة الجنائية، وده بيشتغل على أقسام الشرطة والسجون والمحاكم. الملف الثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية زي الحق في الصحة والحق في التعليم. نعم. الملف الثالث عن التنمية السياسية والدعم التطور الديمقراطي. نعم. الملف الأخير عن الحريات المدنية اللي منها ملف حرية الدين والمعتقد. كثير من أقباط مصر، كثير من المحللين السياسيين بيسألوا سؤال، ومنهم بيقول نعم، منهم بيقول لا. هل المفروض البابا الجديد يبقى ليه دور سياسي؟ تمام. خلينا قبل ما نتكلم في الدور السياسي للبابا وللكنيسة نتكلم في طبيعة المرحلة. الكنيسة موجودة في مجتمع. نعم. والمجتمع بيأثر في الكنيسة والكنيسة بتتأثر فيه. فبالتالي احنا في مرحلة قامت ثورة 25 يناير انهت نظام حكم الحكم مركزي السدادي. في تغيرات السياسية حاصلة على المجال السياسي، شايفين احزاب كتير. نعم. ده أكيد هينعكس على الكنيسة ودورها في الفترة اللي جاية. احنا عاوزين نقول في نقطة مهمة، ان البابا الجديد اول متغير هيحصل في منصب البابا ان سلطة اتخاذ القرار اعتقد بنسبة كبيرة مش هتبقى سلطة مركزية. بمعنى البابا شنودة لطبيعته لشخصيته الكاريزمية. نعم. لان هو راسم كل الأساقفة، معظم الأساقفة ان لم يكن أغلبية الأساقفة في حدود 99% أو 98% منهم مرسومين بيد الأنبا شنودة، فهو تلاميذه وولاده. في ظروف كتيرة جعلت البابا شنودة سلطة اتخاذ القرار تبقى في إيده لوحده أو نعم. مركزي. نعم. في الانتخابات اللي جاية أعتقد أن ده مش هيبقى شوية في لا مركزية، يبقى في ناس كتير موجودة بتاخد سلطة بتاخد اتخاذ القرار في الكنيسة. نعم. فده أول متغير هيحصل في الثورة. المتغير الثاني إن قبل الثورة كنا شايفين المجال العام مغلق جدا على الحزب الوطني وعدد من أحزاب المعارضة، وبالتالي كان تمثيل الأقباط ووجودهم في الأحزاب هو وجود ضعيف، لأن مفيش فرصة، بيروحوا الأحزاب، مفيش تولي تصعيد لمناصب، بيبقى تمثيلهم شرفي. نعم. مجرد يعني آسف اللفظ بس هو أقرب للذكور منه إن هو يكون لدور فعال وقوي جوه الحزب أو المؤسسة اللي موجود فيها. فكانت بطبيعة الحال لما المجال
العام يغلق الناس بترجع لمؤسساتها وانتمائاتها الدينية، مؤسساتها الدينية. نعم. فكانت بترجع للكنيسة تاني. ده بعد الثورة في شوية انفتاح، لأن احنا شايفين أحزاب وشايفين حركة، ومع مرور الوقت كمان مع التجربة الديمقراطية أعتقد إن هيبقى في فرصة تانية ليبقى في شخصيات عامة مسيحية موجودة على الساحة. نيجي بقى لدور الكنيسة. يعني دي نقطة مهمة. احنا أولا أنا هستأذنك بس أقطعك يعني بدون أقطع كلامك، بس أنا هقول هنقل لك وجهة نظر تانية أو مضادة للوجهة النظر دي. بتقول إيه؟ بتقول إنه بابا شنودة كان زي ما حضرتك بتقول إنه كاريزما و لكن ما كانش فيه أسامي أخرى أو ليها مسمى وظيفي ممكن تأثر سياسيا بالفعل في اتخاذ قرار أو أخذ رأي. يعني لو إحنا قلنا إنه البابا اللي جاي ده وجهة نظر أخرى للكلام اللي حضرتك بتقوله، لو البابا اللي جاي ما لعبش سياسة، طب مين اللي يلعب مكانه السياسة؟ هل في أسامي ليهم مسمى وظيفي حكومي أو غير حكومي ممكن يدلوا بصوتهم أو يدلوا برأيهم فيؤخذ به؟ خلينا في الأول، أنا عاوز من كلام حضرتك أفرق ما بين حاجتين، الدور الوطني والدور السياسي. هل الكنيسة مطلوب أنها تلعب دور وطني؟ أكيد ده مطلوب ولازم وضرورة وفرض عين زي ما بيقولوا. نعم. والكنيسة طول تاريخها بتلعب هذا الدور الوطني. تمام. الدور الوطني أن هي متواجدة في القضايا القومية اللي بتشغل اللي بتشغل المجتمع والدولة، من واجبها أن هي تدعو الناس للمشاركة وأن هي ينزلوا ويأدوا الواجبات اللي عليها اللي نص عليها الدستور، ومن ضمنها حق التصويت والمشاركة السياسية وصنع القرار. نعم. لكن هنرجع للمشكلة ال- 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 السياسة، وهم بيعرفوها حتى أن هي يعني بيقال عنها دي لعبة قذرة، بلعبة فيها كل الحلول ممكنة. نعم. فيها أن ممكن سياسي يغير موقفه لطبيعة مصلحته. نعم. فده كله في السياسة. نعم. هل مطلوب من رجل الدين انه يعمل كده؟ لو عمل كده اول ناس هيبقوا مش يعني ساخطين عليه ومش متفقين معاه جماعته او اتباعه. فبالتالي وده على فكره في اصوات تانية برضو بتنادي بنفس اللي حضرتك بتقوله ده في الاسلام برضو او الاسلاميين. تأكيد برضو تأكيد تأكيد الكنيسه اكيد البابا والكنيسه مطلوب منها دور وطني، ان تقول للناس انزلوا وشاركوا، انتوا عليكم دور انكم مع اخوانكم في المجتمع المسلمين. نعم. يبقى لكم دور في انكم في ان احنا مع بعض نعمل التغيير في بلدنا، ان احنا نخلي بلدنا بلد متطور وبلد متقدم وبلد عارف مصلحته فين. لكن مش من دورها ان هي تقول لهم انزلوا الانتخابات اختاروا الحزب الفلاني سين او صاد او ادعموا المرشح على هو المفروض اساسا ما فيش حد يقول لمين لحد انزل انتخب حد يعني في كل الحالات، اذا كان البابا هيبقى ليه مجال سياسي او غيره هو اللي هيمسك الملف السياسي، المفروض ان هو ما فيش حد اساسا بيقول لحد، حتى في الاسلاميين المفروض ان كل الناس بتختار اللي على مزاجها بدون ما حد ياثر عليها بغض النظر. تمام. يعني الدور السياسي اصل دي كلمه شامله يفهم منها ممارسة السياسة. كويس. وممارسة السياسة مش مطلوب من رجل الدين ان هو يمارس السياسة، ان هو يكون قيادة في حزب او ان هو يكون قيادة سياسية في الدولة. رجل الدين هو ليه دور ديني مهم جدا، ده صحيح، وفي ناس في احتياج ليه، وليه دور في التوعية زي ما بقول بقضايا المجتمع وقضايا المشاكل اللي بتواجهها الدولة. احنا لفترات طويلة كنا بنقول اثناء مبارك وقبل مبارك ان الكنيسه بتلعب دور سياسي، وانا انتقد هذا، وبنقول ان الدوله، واحنا نقول ان الكنيسه فرض عليها هذا الدور لان الدوله كانت عاوزه تتعامل مع الاقباط كراعيه كنيسه مش كمواطنين دوله، وبالتالي سهل ليها ان هي تتعامل مع الكنيسه، وكمان عشان تهرب من استحقاقات المواطنه واجبات المواطنه حقوق الناس. احنا بنقول لا، احنا اتغيرنا بعد الثوره. نعم. واحنا كنا بننتقد ان المسيحيين يظهروا في الكنيسه، المسيحيين دلوقتي بيتظاهروا بره الكنيسه. نعم. قدام مؤسسات الدوله. نعم. او الاماكن اللي عندهم ليها مطالب او مظالم. احنا عاوزين نشجع ده والتجربه دي يتم تنميتها. نعم. وتوعيه الناس، انتم اي حد في مصر هنا على ارض مصر بغض النظر عن ديانته ايه او معتقده ايه. نعم. هو مواطن مصر. حقوقه عند الدوله. اي حق يعني اي حقوق سياسيه صح او اجتماعيه واقتصاديه هي عند الدوله مش عند مؤسسه الدينيه، مش عند الكنيسه ولا عند الجامعه. كويس قوي. طب
لا لا، يبقى افهم من وجهه نظر حضرتك انك انت مع وجهه النظر ان البابا الجديد ما يبقاش ليه دور سياسي، ولكن يترك الباب السياسي او المجهود السياسي لاشخاص اخرى هم اللي يلعبوا هذا الدور. تمام. مين الاشخاص الاخرى دول؟ الاشخاص كثيره، والاشخاص دول المجتمع بيفرزهم اول باول. احنا بعد الثوره ابتدينا نسمع عن رموز مسيحيه كانت موجوده وبتناضل في حركات معارضه. نعم. ثم اصبحت دلوقتي موجوده في احزاب وفي مناصب قياديه في الاحزاب. ابتدينا نشوف شباب بيطلع على التلفزيون وبيتكلم وعنده منظمات اهليه، وشباب تاني في احزاب وبيشتغل. مع مرور الوقت هتتكون النخبة القبطية المدنية أو اللي هي من خارج رجال الدين، هيقدر تخلق الدور دوت. احنا بنقول زي ما بقول لك، انا بركز على احنا فكره ان المؤسسه الكنيسه يبقى لها دور سياسي والمسجد ليه دور سياسي. احنا عملنا تطييف للمجتمع، احنا بقينا لبنان بشكل مختلف. احنا مش عاوزين ده، احنا عاوزين نبقى الدوله هي دوله لكل المواطنين المصريين على ارضها. عظيم. أنا هسأل سؤال غلس شوية، ولو وصلنا في الآخر إنه الإسلاميين ليهم دور سياسي. تمام. يعني هل ده موقف الأقباط هيبقى عامل إيه؟ إن هو برضو الكنيسة البابا ما يلعبش دور سياسي؟ بالتأكيد. في كل الحالات. الأقباط المدنيين مع إخوانهم وشركائهم في الوطن المسلمين المدنيين والمؤمنين بحقوق المتساوية لكل المصريين عليهم دور مع بعض. أيوة. إنهم يصنعوا دولة قانون ومواطنة. كل احترام للكلام اللي حضرتك بتقوله. خلينا ننتقل لموضوع بالمناسبة. عشان دي في فرق بين ان الاسلاميين يبقوا في السلطة ويشاركوا، وان رجال الدين الاسلامي يبقوا في السلطة والدولة دينية، عشان في خلط بين الاثنين. نعم. برضو عشان نوضح. نعم. اي تيار سياسي هنا حتى لو اعتمد في مرجعيته على مرجعية دينية هو من حقه ان هو يشارك في البلد وان هو يشارك في صناعة قراره. تمام. بس رجال الدين او انه يبقى في سلطه دينيه اعلى من سلطه المؤسسات الدوله الثلاثه، المؤسسه التنفيذيه او التشريعيه او المؤسسه القضائيه، هو ده اللي مش مطلوب. وده هنا الخطا يحصل لما نلاقي. نعم. في سلطه دينيه او تستند للدين. تمام. بتهدر تاريخ وميراث الدوله المصريه. كلام سيادتك يحترم جدا. بعد إذن سيادتك، ايه بقى المشاكل اللي ممكن تكون او الحقوق اللي المفروض البابا اول ما يجلس على كرسي البابوي المفروض ان هو يبتدي يطالب بيها، وخصوصا ان احنا عارفين وعايشين ومعاصرين كل الحقوق اللي المفروض بيطالبوا بيها اقباط مصر من عده سنوات؟ تمام. ايه اهمها؟ طيب انا هقسم السؤال برضه لجزئين. اتفضل. الجزء الاول، البابا مطلوب ايه بالنسبه للكنيسه؟ نعم. او الاقباط والكنيسه والاقباط نفسهم طالبين ايه من الدوله؟ عظيم. اتفضل. الجزء الاولاني، البابا قدامه ملفين اعتقد ان هما او ثلاث ملفات مهمين جدا في الفتره اللي جايه. اول ملف هو متعلق بتعديل لائحه 57 اللي تم على اساس انتخاب البابا الحالي. تمام. اللائحه دي موجوده من ايام الرئيس عبد الناصر. فيها مشاكل كتير ما بقتش مناسبه للوقت والزمن اللي احنا فيه. صلح لي لو كنت غلطان. ان هو المفروض بس اللي بيوليهم الحق في التصويت هم 2000 شخص تقريبا. 2400 او حاجه. طبعا. نعم. دول عدد قليل جدا بالنسبه لعدد الاقباط للملايين اللي موجودين في مصر. تمام. صفات او الصفات او شروط الاختيار لقاعده الناخبين شروط تم تجاوزها، زمن تجاوزها بكتير وما اصبحتش موجوده. يعني من ضمن الشروط مثلا ان الامبراطور الحبشه يرشح مجموعه. احنا ما فيش امبراطور حبشه دلوقتي يعني. موجود في القانون. موجود في اللائحه. كويس. تمام. الكنيسه نفسها معترفه بده، والانبا بقومس القائم مقام والانبا بولا المسؤول عن الانتخابات اكدوا في كذا تصريح ليهم ان هم الثلاث مرشحين اللي هيختار منهم البابا النهارده هي ملتزمين ان هم يعدلوا اللائحه. نعم. فده ملف مهم جدا. طب انا عندي سؤال. معلش غلس برضو انا اسف يعني. هو ليه البابا شنودة ما فكرش في خلال حكمه او بابويته انه يغير الماده دي؟ يعني هو القيل وهو قاله على لسانه البابا يعني ان هو خاف ان الناس تقول اللائحه اتفصلت على بابا بشكل بابا محدد يعني. نعم. ان هي تبقى يا اما يستبعد حد يا اما تجيب حد. فهو ساب المهمه للبابا اللي بعده اللي جاي بعده. وفي كل الاحوال ده مطلب
مهم، واحنا شايفين في تاكيدات من قيادات الكنيسه ان ده هيحصل بعد الانتخاب على طول ان شاء الله. الملف الثاني هو ملف المرتبط بعلاقه يعني بالاحوال الشخصيه. احنا في مشاكل كثيره الناس عماله تتكلم عنها عن ملف احتياجات الناس، وطبعا ما حدش يقدر يقول الكنيسه غيري قوانينك وعدليها واللي مش موجود في الكتاب التزمي، بس اللي نقدر نقوله ان يبقى في اجراءات واضحه واجراءات ليها مدد زمنيه محدده وان اجراءات تطبق على كل الناس فالناس تشعر بالعداله. ده جزء. الجزء الثاني ان الدوله عليها في الموضوع ده جزء اخر مرتبط بالحق الزواج والطلاق وكده. بالظبط كده. تمام. الملف اخر مرتبط بمشاركه ابناء الكنيسه في صناعه القرار جوه الكنيسه نفسها، جوه القرار الكنسي، القرار الديني، مش فكره ان يبقى في اهتمام بالتربيه اكتر من دلوقتي. دي الملفات الخاصه بالبابا الجديد. بالتاكيد البابا دي الحاجات اللي داخل الكنيسه نفسها. اكيد البابا هيتسال عن المشاكل اللي بتحصل في المجتمع، واحنا طبعًا. شايفين احنا حاليا في مجتمع متوتر، في احتقان طائفي، ما بيعديش اسبوع او اسبوعين الا ما بنسمع فيه مشكله، في مره في رفح، مره في بني سويف، مره في اسكندريه، مره في المنيا. مشاكل دي اكيد الاسباب بتاعتها اسباب متراكمه، يعني ما نقدرش نقول ان هي اسباب وليده اللحظه الحاليه. ولكن هي بتتفجر دلوقتي وشايفينها بتتصاعد. الكنيسه بتتسال فيها، بس المدعوين للمطالبه وتقديم حلول مش الكنيسه بس، لا هو كمان المجتمع كله، المجتمع كله بالمسيحيين مسلمين، المجتمع بمؤسساته الاهليه باحزابه، هو كل واحد فرد مطالب فيه ان هو يقدم رؤيته. الموضوع اكبر من دور الكنيسه لوحدها. الاباط ليهم مشاكل متعلقه ب زي ما بقول بالتوتر الطائفي والاحتقان الطائفي، ان في احيان كثيره لا يطبق القانون. يعني انت عندك قانون والقانون ما تطبقش، زي مثلا في احداث يتم حرق بيوت او التعدي على ممتلكات او حتى على افراد. ونلاقي ان القضيه ما فيش متهم واحد يتقدم للمحاكمه. وانا بدي مثال، يعني لما شفنا احداث قرية سول لما اتحرق الكنيسه. بدون اقطع كلامك انا عايزك بس تعرف ان انا ناقص لي دقيقه ونص، استاذنك طيب. اكثر عشان اعرف عدد كبير من المواضيع الهامه. فده محتاجين هنا تطبيق القانون على الجميع، ايا كان شخص اللي هيطبق عليكم. الحاجه الثانيه عاوزين اصلاح تشريعي، واحنا بنتكلم عن اصلاح تشريعي يعني في مشكله في القانون وعاوزين نصلحها. احنا عندنا ملفين اساسيين، طبعا ملفات كتير، بس اهم ملفين هو ملف بناء دور العباده، ان جزء كبير من المشاكل اللي حاصله في المجتمع واحساس المسيحيين بالغب ومن ظلم الدوله، ان حاسين ان مش قادرين يمارسوا شعائرهم الدينيه بحريه. هل في مناطق كثيره او قرى او ارض تكون فيها اقباط، عدد كبير من الاقباط ما يكونش فيها كثيرا كثير 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 من القرى موجود فيها اقباط ومش قادرين يصلوا حتى في بيت مش مبنى كنسي بالمبنى التقليدي للكنيسه اللي فيها مناره وجرس. وبالمناسبه يعني هو حتى لو فرد واحد او 10 افراد، هل محظور عليهم ان هم يصلوا في بيتهم؟ هي الفكره ان احنا بنقول ان حق ممارسه الشعائر ده حق بيكفله الدستور لكل مواطن. فاحنا محتاجين قانون يسهل عمليه بناء الكنائس ويحط قوانين واضحه وصريحه، ما بيديش مجال كان قبل كده دور الامن الدوله وحاليا الامن الوطني في انه يتحكم يقول ان المكان ده يصلح ولا ما يصلحش، ولا الدواعي الامنيه تمنع ان هو يقوم في الكنيسه. الملف الثاني بالاصلاح القانوني هو ملف منع التمييز. احنا عمالين نقول ان الوجود القبطي في المناصب العليا قليل، ان في بعض الاحيان لما بنقول ما فيش عندنا تقريبا ما فيش رئيس جامعه مسيحي، ما فيش، كان في محافظ وتشال لما تظاهروا الاسلاميين في محافظه انا والتجربه اتقتلت، ما عندناش نائب محافظ، ما عندناش. احنا على فكره احنا ما بنقولش عاوزين كذا ولا ان التعيين يبقى طائفي، بس لو في واكيد هيبقى مقبول لو في منصب اترشح فيه وما كانش في واحد فيه كفاءه من المتقدمين لشغل المنصب مسيحي ان ده ما يختارش. بس لما كل تبص حاجات كده، معظم المناصب القياديه في المخابرات، في امن، في الامن الوطني، في قيادات الشرطه، في الجامعات، وتلاقي ما فيهاش حد، ده بيدعوك للتساؤل، هل معايير الكفاءه مطبقه على الجميع ولا لا؟ احنا اللي بنقوله مش لا نفض الحصص طبعا وان يبقى في كوتا، ولكن
ان يبقى في معايير واضحه اختيار الشخصيه الكفء والمناسبه للمنصب. استاذ اسحاق ابراهيم مسؤول حريه الدين والمعتقد بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، نورتنا يا فندم، والف مبروك للاجراءات اللي بتحصل دلوقتي والصلوات اللي بتحصل في الكاتدرائيه، وبالبركه ان شاء الله اختيار البابا الجديد ان شاء الله. شكرا ليك. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا. فاصل وراجعين حالا. تبشرون بموت وتعترفون به.